السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الريان الموسم الثاني. عنوان هذه الحلقة: الابتلاء نعمة في الخفاء. بصراحة الناس اليوم تتعرض لعدد كثير من الابتلاءات، منها العامة ومنها الخاصة، أي منها ما يسمى البلاء، وهو البلاء العام الذي يعم الناس جميعا، كالأمراض، كالأوبئة، كالزلازل، كالبراكين ولا غير ذلك، ومنها الابتلاءات الخاصة التي يختص الله بها عبيده المؤمنين لكي يرقيهم ويرفع درجاتهم ويعالجهم. أيا كان، فكرة الابتلاء هي فكرة خير وفكرة حب. في الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع لبعض الكلام كأن يقول بعض الناس مثلا: ما ذنب هؤلاء؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يعذب المخلوقات بهذه الطريقة؟ أليس الله بقادر على أن يمنع كل هذه الأمور؟ وخصوصا الآونة الأخيرة حينما سمعنا عن الزلزال، وقبل الزلزال كان كورونا وما إلى ذلك من الأحداث العامة والبلاءات العامة. كان لزاما علينا أن نقف في شهر رمضان وقفة جادة مع فهم وقراءة متأنية لموضوع الابتلاءات والأمور الخيرية الموجودة في يعني باطن الابتلاء. شيخ أكرم، الابتلاءات في ظاهرها شر وهي في أساسها خير للإنسان. كيف نستطيع أن نجعل المشاهد يقرأ الابتلاء والبلاء بطريقة صحيحة؟ حياكم الله وحيا الله هذه الوجوه الوضاء البسامة التي تجلس معنا والتي تشاهدنا من خلف هذه الكاميرات، ونحن نعيش مع الريان في شهر رمضان الطيب المبارك الذي نسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا البلاء ما ظهر منه وما بطن. حقيقة قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال قتادة أن الله عز وجل يرسل هذه الآيات تخويف للناس حتى يرجعوا، حتى يعودوا، حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هي ظواهر طبيعية ولا ابتلاءات؟ هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. والآن بجيكي كيف ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. في حديث أبو بكر رضي الله عنه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد، لا ينخسفان لموت أحد. يعني لما بصير في عنا خسوف، لما بصير في عنا كسوف، مش لأنه والله حدا مات، لأنه هذه إشارات من الله سبحانه هي ظاهرة طبيعية وتعالى. نعم، لكن ظاهرة طبيعية، من يرسل هذه الظاهرة الطبيعية؟ من يحرك هذه الظاهرة الطبيعية؟ كلنا عشنا أيام تسونامي وعرفنا ليش إجا تسونامي وشو سبب الظاهر والباطن والمخفي لسبب التسونامي. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله عز وجل يرسل هذه الآيات حتى الناس ترجع، حتى الناس تتوب. كل القرآن الكريم شيخ أبو حمزة وما جاء به من قصص عظام عن الأنبياء السابقين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ليش الله عز وجل سرد هذه القصص على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى يتأسى قلبه، حتى إيش إنه يقول إنه أنا اللي بمر فيه بالظرف هذا، مر فيه إخواني من الأنبياء، هذه الظروف الشدة اللي أنا عايشها. الآن البلاء يأتي نقمة من عباد كفروا بأنعم الله عز وجل، عباد جحدوا، فالله عز وجل يرسل يعني هذه الآيات لنعين. ممكن نحكي إنه هو ابتلاء ورفع الدرجات ومعالجة للمؤمن، نعم، تخويف وتقريع للكافر. نعم، الآن هذه العذابات والآيات التي يرسلها الله عز وجل، زي ما تفضلت أنت سبحان الله سبقتيني، هي عذاب للكافر، للجاحد، هي عذاب لمن تحدى الله سبحانه وتعالى. كلنا سمعنا بقصة السفينة المشهورة، كيف تحدى الله عز وجل فيها، إيش فعل فيها الله عز وجل؟ مجرد حرك جند من جنوده من تحت هذه البارجة وهذه السفينة إلى أن صارت في قعر المحيطات. أما بالنسبة للمؤمن، المؤمن الذي ينظر إلى الزلازل والبراكين وغيرها من آيات الله. شيخ أكرم، برضه الناس لما تشوف الزلزال تحت الأطفال تحت الأنقاض وبصرخوا بنتابهم سؤال: لعلهم يرجعون. هلأ مش هذا مش وقت إن أنا أقولهم إنه هذا ابتلاء. لعلهم يرجعون. صح. لعلهم يرجعون كلام آخر. حتى تهتز القلوب، لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هناك حدث أحدث ضد الحق تبارك وتعالى، أغضب الله سبحانه وتعالى. ليش هذه الفئة تحديدا؟ والناس بتقول لك إيش معنى مش أهل الكفر؟
شمعنا احنا؟ عشان هيك يمكن شيخ حمد لازم بدنا نوضح للناس هاي الفكره. نعم. لا شك. يعني في البدايه اختنا ام يوسف انت تفضلت في بدايه الحلقه عن الابتلاءات وعن الزلازل اللي سمعنا فيها احنا قبل رمضان خاصه وتتكرر بالعموم. ابتلاءات. نعم. الابتلاء في القرآن حتى ان اصل للموضوع، الابتلاء في القرآن اذا نزل له دواء، ودواءه الصبر والرضا من الله سبحانه وتعالى. ذكر الله الابتلاء شيخ اكرم 38 مره في القرآن، في المقابل ذكر الصبر قديش؟ فوق ال100 مره، 103 مرات. هذا يدل على شيء، يدل على ايش؟ انه هذا الابتلاء لابد لك علاجة. أن تدفع بنفسك إلى مضاعفة الصبر والرضا. هل الأمر الأول؟ الآية ونبلونكم بشيء. نعم، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الآن اللي بدنا نحكيه مسألة الزلازل، لما سألت أختنا بشائر هي ظاهرة طبيعية ولا هو ابتلاء ولا هو إيش؟ أنا حقيقة تأملت بالناس إلى فسطاطين، قوم قالوا هذه ظواهر طبيعية، وقوم قالوا لا هذا محض ابتلاء. فأنا أقول هذه ليس بالمظاهر أو الظواهر الطبيعية المحض، وليس بالابتلاء المحض. بمعنى طبقات الأرض في باطن الأرض شيخ أكرم إذا تحركت هذه ظاهرة طبيعية ما بنقدر ننكرها، أكيد أكيد كويس، ولكن ما تحركت إلا بأمر الله. هيك بدنا نفهم برضو، بدناش إحنا نعطل جانب العقل طبعاً. والعلم سيقول لك أبدا ما إلها دخل. لا، المظاهر الطبيعية والظواهر الطبيعية التي تحصل في باطن الأرض من الفراغات والصخور وغيرها موجودة. تتحرك كلها بأمر الله. تمام، اتفقنا. بدنا نضيف أنه كمان لخير، لخير. فلذلك في نفس الوقت هي عبارة عن، أنا بعتبرها هيك زي مقياس للناس ينظروا إليه، أنه إذا ارتفع هذا المقياس دير بالكم احضروا فيه رسالة من رب العالمين. علشان هيك اللي فهموا هذه الرسالة ابن القيم قبل مئات السنين قال أما والله في الداء والدواء، قال أما والله لولا حلم الله ورحمته لزلزلت السماوات والأرض بذنوب بني آدم. إذا سبب الزلازل له دخل يعني أيديولوجيا بذنوبنا ومعاصينا. ابن عبد العمر بن عبد العزيز كانت إذا زلزلت الأرض أمر الأمراء أن يتصدقوا. هذه رسالة منه، أنه دير بالكم أنتوا لكم دخل في حركة الطبقات الداخلية في باطن الأرض. في حد مقصر، في حد مقصر. عشان هيك ربنا إيش قال في القرآن؟ ظهر الفساد في البر والبحر، والبحر بما إيش؟ بما كسبت أيدي الناس. طيب الآن أجمل كمان شيخ حمد. نعم. أنه ربط الموضوع اللي أنت حكيت عنه بالعلم. جميل. والعلم أصلا اللي جاء في العلم هو مطبق القرآن. نعم. الآية القرآنية وترى الأرض هامدة. 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 فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربط. وربط بلفظ كلمة الاهتزاز. نعم. هذا معناته أنه في كتير علماء تكلموا عن موضوع بكل أنحاء العالم، يعني بروفيسور وأكثر من هيك، يعني ناس علماء بيولوجيا بسموهم تكلموا وحللوا. نعم. سواء كان في ألمانيا أو في سويسرا أو في مناطق كثيرة، وتكلموا إنه هذا الزلزال له فوائد عظيمة. نعم. من أجل هذه الفوائد من ناحية علمية، استخراج كل المعادن على سطح الأرض ليستفيد منها الإنسان أفضل من الغوص إلى باطن الأرض أيضا. نعم. الأرض الصخور انفلقت، فلما نزل المطر بغزارة حرك بعض هذا، غير إنه العلماء ربطوا بين المطر والزلزال. نعم. في بعض العلاقات، مع إنه المطر خير لا شك، والزلزال إحنا بالنسبة لنا شر. نعم. يعني إحنا بنصلي استسقاء، إنسان طبيعي بفطرته بقول لك هذا شر، هذا شر. نعم. فصبح الزيوت، المعادن، الأمور اللي قاعدة باطن الأرض، الزلزال هو اللي جابها. الزلزال. نعم. لما يجي كمان بسند الجبل المايل. نعم. يعني إحنا في فوائد عظيمة، وهذا وكمان بخلي دورة للحياة تمشي، والثلاث أمور اللي حكيت عنها موجودين في الآية. نعم. نعيد الآية، وترى الأرض جبلة. نعم. فإذا أنزلنا هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. نعم. كلش. يعني هي مش بس اهتزت بعد الزلزال، بعد شو صار فيه؟ اهتزت وربت وأنبتت. نمت عند هذا كمان وأنبتت من كل زوج، يعني دورة الحياة ماشية. لا شك برضو بدناش نهمل جانب آخر من يوسف. لأنه عمر رضي الله عنه وأرضاه معذرة، يعني اللي تربى في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرى الأمور بنور القرآن والسنة. طبعاً. لما اهتزت المدينة قال والله إن عادت لا أساكنكم فيها. طبعاً. أكيد أكيد. يعني رسالة من عمر واضحة. طيب الآن السؤال، لأنه بعض الأخوة اللي ناقشته يعني حقيقة في هذه المسألة بحكي لي دشروكم من مسألة الذنوب، شو دخلها في الزلازل، شو دخل المعاصي؟ لا بنستغني عن هاي ولا أيوة عن هاي. تكلم بها الله سبحانه وتعالى بقرآنه. بيكملوا بعض. اللي بينكر مسألة إنه إحنا إلنا دخل، بينكر إنه إحنا إلنا دخل بذنوبنا ومعاصينا على تأثير هذه الأرض، بقول له عندك مشكلة. وما في فعل ربنا بيعمله شر محض. لا شك.
لا شك. الله عز وجل يا أم يوسف، الله عز وجل يا أبو حمزة، لما خلق العباد لم يخلقهم للهو واللعب وحاشاه. الله عز وجل مش خلقنا إنه والله بدي يعمل فينا زلزال، لا بدي يجيب لنا بركان، إحنا مش قاعدين في الله عز وجل حاشاه أن يفعل. لكن ورد الزلزال بالقرآن وتحدث به الحق تبارك وتعالى، إذا زلزلت الأرض زلزالها، شو كمان، وأخرجت الأرض، هذا النقطة اللي تكلمت فيها، وأخرجت الأرض وقال الإنسان ما لها. هذا الإنسان المؤمن مثلا بيجي لما بيشوف بقول طب شو سبب هذا الزلزال، إيه أكيد في عملنا شيء إلى الله سبحانه وتعالى، بدي أرجع بدي أتوب. هون الهدف من الآيات اللي برسلهم الله سبحانه وتعالى. كورونا يا شيخ حامد ذقنا منه ولا ما ذقنا، عشنا أيام كانت صعبة علينا ولا ما عشنا أيام صعبة علينا، لكن كثير منا قال مجرد شيء لا يرى، مجرد شيء بسيط، أنا أغضبت الرحمن، أنا أغضبت ربني. يبقى إحنا عاملين شيء مع الله عز وجل. حتى يا أم يوسف أيام موسى عليه السلام لما خرجوا يستسقوا الماء ويطلبوا الماء من الله سبحانه وتعالى، بينكم برجل عاصي، لما شو قالوا، قالوا بس في إيش، عدل أمورك، عدل أمورك، خليها تمشي الحال طيب، وبالفعل عدل أموره ومشت الحال. إحنا اللي بدنا نركز عليه، إحنا بدنا نركز عليه بالنقطة هذه، الزلزال بين النعمة والنقمة، هو نقمة على الكافرين ونعمة إن شاء الله لعباده المؤمنين. خلينا نركز على كمان نقطة، إنه كمان إحنا لنا الصورة كاملة دائما، يعني ما نحكم على الأشياء من فصل الأول، يعني هذا الصورة الشر إحنا شايفينها رح يكون في وراها خير كثير. حتى اللي ماتوا مش هم ضحايا الهدم، شهداء، شهداء نعم، يعني حتى اللي ماتوا مات شهيد، ويمكن أن يوم القيامة أقول يا ريتني كنت مكانه لما أشوف أجره وثوابه، يا ريتني ما قبضت لا سمح الله على هي فتنة أو على شيء، قبضت على هيك وهيك قبضة. فعشان هيك دائما ننظر للأمور بأنه لسه أنا عبد ضعيف يعتريني النقص والتقصير والعجز، حتى ما تعلمنا بشوف الصورة كاملة. تعلمنا دروس يا يوسف، إحنا كمؤمنين يمكن شاهدنا الأحداث اللي صارت سواء الزلازل ولا غيرها، زلازل لما بتيجي بالطفلة مثلا، تخيلي كيف الله عز وجل أعطاها هذه القوة بالحديث، فبتقول للمصعف أخرجني من هنا وسأكون لك خادمة. فهذا بترجعنا لكثير من المبادئ بتعلمنا إياها، هذه الكلمات اللي حكتها الطفلة، أنا كمؤمن برجع، أنا كمؤمن بستغفر الله عز وجل، أنا كمؤمن بتعلم إنه هذا الزلزال الله عز وجل زلزل، ما بدنا يكون في سخط، نعم زلزل في قلبي، زلزل في قلبي يا فلان ارجع. صحيح الشيخ أكرم، يعني الرسالة اللي بدنا نوصلها بطريقة إيجابية للأخوة المشاهدين جميعا في هذا الوقت النفيس الغالي على الله سبحانه وتعالى، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم دماءنا وأن يحفظ ديارنا، اللهم آمين، إنه ولي ذلك القادر عليه. الرسالة اللي أنتوا ذكرتوها لما خرجوا للاستسقاء قوم موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج للاستسقاء، هذا يدل على شيء، ولكن يعني حقيقة بس نلفت نظرنا شيء قليل، ما الذي منع القطر من السماء؟ عشان كلهم أنه في علاقة أيديولوجية مباشرة بيننا وبين الذنوب، الذنوب الذي منع القطر من السماء الذنوب. إذن إحنا إلنا التأثير. يوم أحد شيخ أكرم، ما الذي أخر النصر ولحق بالمسلمين ما لحق بهم؟ مخالفة أمر النبي، مخالفة أمر النبي واحدة. هل كانوا متعمدين بالمخالفة؟ لا طبعا، اجتهدوا ما تعمدوا أنهم يخالفوا أمر رسول الله، قالوا لا تنزلوا إن رأيتمونا ننتصر أو ننهزم، ما تنزلوا، خالفوا الأمر فلحقوا بهم ما لحق. إذن معناته إيش؟ كم اليوم ننزل عن جبل أحد في كل يوم، إحنا في أيامنا هذه قديش كل يوم ننزل، إذن معناته الذي يحصل له شيء مباشر معنا. الآن رسالتنا شيخ أكرم، إحنا ما بدنا نعرض الداء ثم نعرض بظهرانينا عن الدواء، لا، فكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هنالك من أمر يعرض فيه مسألة نازلة إلا وكان يعرض لنا الدواء. الله سبحانه وتعالى يقول بضابط القرآن الكريم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طب إيش دخلها في الزلازل هذا يوسف؟ قال العلماء إن الله لا يغير من حركة الأرض من الخوف والرعب والزلازل إلى الاستقرار والأمان والطمأنينة إلا حتى نغير ما بأنفسنا فنرجع إليه. إن الله شيخ أكرم لا يغير من نصر وهزيمة وذل إلى نصر وعز وتمكين إلا إذا نغير ما بأنفسنا. إن الله، هذه رسالة للأعمى مستوى الأفراد، الله لا يغير حالك من الفقر والدين والمرض
الذي أصابك حتى تغير ما بنفسك فيغير إلى الرزق والصحة والعافية. نعم. عشان هيك قالوا إن الاعتراف يمحو الاقتراف. الإنسان لما يعترف بذنبه ويعترف بأنه هو يعني مقصر في جنب الله ويعترف بأنه خايف، يعني حلو إنه الإنسان يورجي الخوف من ربنا، إنه لأن ربنا إحنا بنعبده بشغلتين، الرجاء والحذر. يعني إحنا بنرجو الجنة وبنحذر من ونخاف من النار، فلما ربنا يشوفنا فقدنا الصفات اللي فيها دل وروحنا جنحنا بصفات فرعونية وصار كل إنسان يقول أنا ربكم الأعلى، لو ما حكاهاش باللفظ بس تصرفاته بتدل على إنه في صفات فرعونية. وكلنا بنعرف إنه الناس اليوم طغت في هذا الموضوع. صحيح. يعني في ناس كثير عندها صفات فرعونية، من شفت النفس، من الكبر، من التسلط على، من التحدي للآخرين، جرح الناس، يعني ازدراءهم، نظر لهم بسوء أقل. هذه الأشياء اللي بتجينا بتهذب. يا سلام. بتهذب بتربي، عشان يعني كانوا العلماء يقولوا احنا بدنا ننظر لهذه الابتلاءات. نعم. او كما يعني بفسرها البعض. نعم. من غير المؤمنين وغير الموحدين، انه هذه عباره عن دراسات علميه ودراسات بيولوجيه. نعم. وظواهر احنا ننظر اليها كلها، نحترم الجهتين، بانها رساله. نعم. رساله من الله سبحانه وتعالى. نعم. رساله من الطبيعه، رساله من خالق الطبيعه. نعم. ان يا امه الإسلام عودوا إلى رشدكم. أشك. اليوم صار هون بكرة بصير هون. لا. اليوم صار مع هدولاك بكرة بصير مع اللي غاد. فهذه دعوة اللي أنت تفضلت فيه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم. في رسالة شيخ أكرم حقيقة من يعني رسول الله نوح عليه السلام وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم التسليم. أنا مركز في هذه الحلقة إحنا وياك أختنا بشائر على مسألة، إيش هي شيخ أكرم حتى الناس يستوعبوها، إنه سبب كل شيء ما يجري من حولنا سببه نحن. نعم. ما نحمله لا طبيعة ولا غير طبيعة. بما كسبت أيديكم. أيوة، بما كسبت أيديكم يترجم في واقعنا أختنا أم يوسف. فنوح عليه السلام لما ذكر الإمام الحسن البصري مسألة قصة نوح عليه السلام، إنه في الواقع الجغرافيا من حول الناس تغيرت، الأرض أصبح فيها الكلاء، أصبحت الأرض مصفرة، يأتيه ثم واحد آخر يشكوه يقول له لا أنجب الولد أدعو الله لي، فقال له اذهب واستغفر يعني حسن علاقتك مع الله، يأتيه آخر يقول له البستان عندي كذا وكذا لا يخرج من كلاء الأرض ونباتها، قال له استغفر الله. إذن معناته كل التحسينات بنرجعها لإيش؟ في علاقتنا مع مين؟ مع ربنا. فقال الله فقلت استغفروا ربكم، حكاية عن نوح عليه السلام إنه كان غفارة. إذن إذا بتحسن علاقتنا مع ربنا إيش نتائج شيخ أكرم؟ يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. معناته كل شيء من الظواهر الطبيعية من حولنا كلها مترتبة بناء علاقتنا مع الله. نكملها أبو حمد. ما لكم يعني هي بس ما لكم بدنا شوية لله وقار. ناخد يعني إنه نحكي في كل المواضيع. نعم. يعني نكون عندنا استقراء لكل الآراء. جميل. وإحنا كمان في كمان ناس حكوا جوانب أخرى غير موضوع الظاهر الطبيعي وغير موضوع الابتلاء، حكوا جوانب أخرى. لا شك. كثير ناس. لا شك. إحنا بنسمع وبنجتهد وبنجمع، لكن مرد كل شيء أنا كمؤمن. نعم. بالنسبة إلي أنت كمؤمن. 100%. مرد كل شيء علاقتي مع ربنا. 100%. أنا هيك بعرف أقرأ. 100%. أنا هيك بعرف مع أقرأ. احترامي يا أم يوسف للي بقول الزلازل ظواهر مظاهر طبيعية وظواهر طبيعية، وللي بحكي الخسوف والكسوف بعرفش إيش. تعرفي مرجعيتهم وين؟ إلى الأستاذ المعلم محمد صلى الله عليه وسلم. والله مهما لفوا وداروا وطلعوا يعني الأكثر أكثر واحد، حتى لما جينا إحنا حكينا عن الظواهر الطبيعية. نعم. شو كان قصدنا نورجي؟ إنه العلم اللي أجوا فيه هلأ تكلم عنه القرآن 100%. كله ما فيش تناقض، كله من نور القرآن والسنة، يعني الآية فيها كل. طيب العلم. خلينا إحنا بس. نعم. ملخص حديثنا قبل ما نغادر وقبل ما ننهي هذه الفقرة، شو دعوتك وشو دعوتك وشو دعوتي للإنسان وشو دعوتنا لأنفسنا؟ إحنا لما شفنا أمام هذه الظاهرة وأمام هذه الآية شو لازم أنا أعمل كمؤمن كموحد؟ في ثواني إما يوسف أنا بدي أحكي بس رسالة، إنه كل إنسان عنده ابتلاء يصبر، لأنه الابتلاء كما قال ابن القيم منصرم يعني رح يروح. جميل. أو منصرف. جميل. منصرف بس هي منصرم يعني رح يروح فحص. جميل. أبو حمزة. أن يذهب عنك البلاء مادح. كلك دقيقة يا أم يوسف، كلك دقيقة. أخذت البرنامج ما كملتش شيخ أكرم. الجملة اليوم أم يوسف أخذت الحلقة. رسالتي في عنوان بعد إذن أخت بشار أخي أكرم،
الأعظم من زلزلة الأرض زلزلة القلوب والفتن. فلذلك ثبات القلوب والفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الدعاء. والإخوة المشاهدين في هذه الوقت وهذا الوقت النفيس الذي يستجاب فيه الدعاء، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا. عشان هيك أبو حمزة بدنا ننتقل وإياكم لمعنى ما تكلمنا به، والسادة المشاهدين الذين ينتظرون بهذه الدقائق الطيبة المباركة بدعائهم وأذكارهم إلى الله سبحانه وتعالى، ننتقل إلى آيات الله التي تحدثت على ما تكلمنا وعلى ما تكلمنا به في هذه الفقرة مع أخونا القارئ معتز أبو سنينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق شهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد صدق الله العظيم.